انا بغسل واحده مره تصديقا لكلام ابن دكتور مرسي ده، انا بغسل واحده مره وانا طول احنا الغسل ثلاث مرات، الغسل رقم واحد اللي هو اول مره، وبعد تاني مره، من تاني مره جالنا جيركن زمزم ماشي وموجوده وزوجها موجود واللي كانوا معايا موجودين، قالوا يا جماعه كتير، ايه رايكم بدل ما نعمله في الغسله الثالثه نعمله في الغسله الثانيه والثالثه، فغسلت بماء كل ما نحط الميه عليها وهي سمرة، دكتوره فلانه دي سمرة وميته بعد ماتت بعد يعني كانت حامل عروسه جديده وحامل، وبعدين الحمل فضل في بطنها فتره خلاص المخ موقف اهي عايشه على الاجهزه، وقف المخ وقفت الاجهزه نزل الحمل وبعديها خلاص مات. ليه؟ عشان الله سبحانه وتعالى يديها ثواب الشهاده نفسها، سبحان الله سؤال الله ربك. طول ما بنغسل وهي تبيض يا استاذ محمد تبيض، بص نور غير عادي وهي سمره الوجه مش يعني مش حد، بقينا نجيب امها واخوها وتعالوا شوفوا البشريات، تعالوا شوفوا بص المنظر التاني، انا واقف على يمينها وزوجها استاذن، عروسه اربع شهور وزوجها واقف على الشمال استاذن ان هو يكلمها، هي بتبص ناحيه هي راسها كده، قال لها يا فلانه اشهد الله هذا حصل، عملت كده هي كده اهو، واشهد بهذا الكلام لله يوم القيامه، والبسمه كده بيكلمها انا ما اعرفش قال لها ايه وكذا وكذا، كان في بيني وما بينها قلت لها يا فلانه تذكري العمل الصالح ويا كذا ويا كذا، والبسمه كده بيضاء منوره، فاللي بيقولوه ده صح، وعلى هذا تعيش المرأة وتصبري. كم لبستم ساعة يا نهار، العشرين سنة والتلاتين سنة والستين سنة في غبرة الدنيا دي ساعة ساعة، اصبري يا فاطمة. نعم يا رسول الله، اصبري على ضيم الدنيا وضيق الدنيا لسعة الآخرة.